كيف نفرق بين الجدال والمناقشة؟ ومتى تخرج المناقشة من كونها مناقشة إلى كونها جدال؟ نعم، الجدال هي المناقشة، أو أن المناقشة أعلم. الجدال إن الإنسان يجادل من أجل أن يغلب خصمه، والمناقشة يستفهم ويستطلع المعنى والعلم وما أشبه ذلك. لكن الجدال إذا كان مراء هذا هو المحرم. إذا كان المقصود بالجدال أن ينتصر لنفسه بحق أو بباطل فهذا لا يجوز. أما إذا كان الجدال يصل إلى الحق ويبطل الباطل فهذا حق مأمور به. فعندنا الآن مراء وجدال ومناقشة. المراء أن يجادل لينتصر قوله، الجدال أن يجادل لانتصار الحق. أما الثالث المناقشة، قد يكون يناقش مع أستاذه لأجل يتبين له العلم ويتبين له وجه الحكم، هذا أيضا لا بأس به.